السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الفيديو ديال اليوم غادي يعجبكم ان شاء الله. اليوم غادي نشارك معكم اشنو كيخص الوليدات اللي بغاو يجيو يقراو ملي كتجيو لامريكا مثلا، شنو هما الوثائق اللي غادي يحتاجوا، وعلى شحال تدخلوا وليداتكم. المهم هذا الفيديو فيه بزاف ديال الحوايج، كنتمنى الى عجبكم الفيديو تخليوا لي لايك وتعليق، علاش؟ لحقاش الى كانوا بزاف ديال اللايكات والتعاليق فالفيديو كيقترحوا اليوتيوب على بزاف ديال الناس. هذا ما كان، كنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم ونبداو على بركه الله. دابا الانسان فاش يلا كيكون جاي خاصو يدخل وليداتو يقرا، قبل ما كيجي كيبقى يقول شنو غادي يخصني، شنو غيطلبوا ليا، شنو غادي ندير. المهم قبل ما تجيو فاش تكونوا مازال في المغرب، غادي تجيبوا معكم شهاده مدرسيه كتبين المستوى اللي فيه الطفل ديك الساعه، يعني داك العام اللي غادي تجيو فيه المستوى ديال داك العام يكون ترجموها عند المترجم اللي ترجمتو عنده الاوراق. ثاني حاجه غادي يحتاج عقد الازدياد، حتى هو خاصو يترجم عند المترجم اللي ترجمتو عنده الاوراق. هادو بالنسبه للوليدات اللي كيقراو، اللي اصلا كيقراو تما ضروري خصهم يجيبوا شهاده مدرسيه كتبين المستوى. مهم كل ولايه كتختلف على ولايه، انا غادي نقول لكم التجربه ديالنا وانتم غتشوفوا على حساب الولايه. مابقاش بزاف فيديوهات كنشوفهم في اليوتيوب حتى شي واحد ما كيهضر هكا على الوليدات المدرسه شنو خصو يكون، الاكثريه كيهضروا غير هكا غير على الانسان اللي يجي بوحدو. فحاولت مره نشارك معكم شي حاجه اللي غادي تكون مفيده لكم وغادي تحتاجوها ملي غادي تجيو. فاش جينا حنايا كما عرفتوا والناس اللي متبعيني، جينا نيشان الاوتيل، غتقولي كيفاش دخلتي بنتك، واش خليتي حتى كمل العام اولا دخلتيها في نفس العام اولا تتحولتي للدار. حنا فاش يلاه جينا لامريكا دخلت بنتي في الاسبوع الاول اللي جينا فيه، باقي ما عندنا الاوراق لا والو، دخلتها. هادو هي كيفاش درتي ليها؟ ففكرت انا والزوج ديالي قلنا البنت غتبقى باركه من المدرسه شهر، خصنا تيجيونا الاوراق ونتحولوا للدار عاد غندخل انا بنتي. قلت لا، داك الشهر هذاك الشهر زيد فيها هي تستافد فيه، تعلم اللغه، يلا تولف الوليدات، يلا تندمج مع الوليدات. فقلت من الاحسن غندخلها في هذاك الشهر. ففي ديك السيمانه اللي يلاه جينا باسبوع مشينا قيدنا بنتي. عاد هي فين قيدتيها؟ مشينا للاكاديميه، كل بلاصه عند الاكاديميه ديالها. احنا دخلنا مشينا قيدناها في الاكاديميه، داكشي اللي قلت لكم ضروري خص المستضيف يوريكم، يوقف معاكم، يمشي معاكم. فالزوج ديالي مشى هو والمستضيف، مشاو للاكاديميه. شنو الاكاديميه دايره؟ بحال قلتي مقاطعه، حنا في المغرب كل بلاصه عندها المقاطعه ديالها بحال هكاك. فمشى للاكاديميه، دخل عندهم، عاود ليهم، قال لهم حنا يلاه جينا بسيمانه وبغيت ندخل بنتي تقرا. فقالوا ليه خصها السوشيال، عطينا السوشيال. قال لهم راه باقي ما جانا لا سوشيال لا انا لا بنتي لا حتى واحد. قالوا حنا باقي ما جاناش، حنا يلاه كيف جينا لامريكا. فقالت لي عطيني دوك، عطاها الشهاده ديال المستوى اللي كتبين المستوى ديال بنتي فاش كتقرا، وعطاها عقد الازدياد ديال بنتي والباسبور ديال بنتي وحتى الباسبور ديال الزوج ديالي تا هو. المهم شافتهم وداكشي، قالت لي غادي نصيفطها لاقرب مدرسه لهذاك الاوتيل اللي حنا فيه. يعني هما فاش كتمشي للاكاديميه كيصيفطوكم لاقرب مدرسه فين ساكنين نتوما. عطاها حتى العنوان والسميه ديال هذاك الاوتيل اللي كنا فيه. صافي قالت لي واحد 3 ايام ولا 4 ايام، المهم عطاتو الوقت معاش كيدخلوا معاش كيخرجوا، عطاتو الوقت ديال المدرسه، الوقت اللي كيخرجوا كيدخلوا. قالت لي واحد 3 ايام وغادي نصيفطوا الباص، غادي يجيبها المدرسه اللي كتقرا فيها. فجاوني تعاليق كيفاش بنتك حتى اندمجات، واش تعلمت اللغه دغيا، واش لقات شي صعوبات في الاول. فكما كتعرفوا الوليدات الصغار دغيا كيتعلموا، دغيا كيشدوا، والعقل كيكون خاوي ودغيا كيتعلموا. فجينا دخلت بنتي تقرا. في الاول الصراحه ما كانتش كتعرف، يعني عندها شي حوايج اللي عارفاهم من المدرسه وصافي. قبل بعدا فاش غتمشي المدرسه غيديروا لهم واحد الامتحان صغير، هذاك الامتحان غيشوفوا غير الدري واش تيعرف ولا والو كاع. المهم يعطوهم غير الارقام والحروف، غيقولوا لهم شنو هو هذا شنو هذا. المهم غادي يشوفوا الدري كيفاش داير. فبنتي داروا لها داك الامتحان وخلوها في المستوى اللي هي فيه، يعني كانت كتقرا في الثالث كملات الثالث.
هادشي اللي كاين. فالسيمانه الاولى فاش جات راه ما كانتش كتعرف تواصل، ما كانتش عارف تقول حتى جوج كلمات، يعني راه صعيب، وخصوصا اللغه ديال هنا ماشي هي اللي الانجليزيه اللي تنقرا. فبنتي دارت واحد المجهود، تعلمات ادويه كيفاش اندمجت. في الاول ما كانوش عندها صحاباتها، كانت كتجيك دويا ماما كل بنت عندها صاحبه زعما ديالها الصديقه ديالها، وانا ما عندي حتى شي صاحبتي. قلت له هذا هو الدور، انك خصك تعلمي اللغه. دابا هما ما يمكنش غادي يتواصلوا معاك وهما ما تعرفوش لغتك، وانت ما غتواصلي معاهم وما كتعرفيش لغتهم. دابا هنا انت خصك تعلمي اللغه، تحلي عقلك وتحاولي تعلمي. في المدرسه ما عرفتيش شي حاجه غتسولي الاستاذه ديالك، وغادي واخا ما تعرفيش واخا تخطئي زعما غتعلمي. فداك الشيء اللي دارت مسكينه، هي اول وحده خدات داك التحدي ديال اللغه، وهي اول وحده دخلات كتقرا، باقي الزوج ديالي ما خدم باقي حتى شي حاجه، يعني السيمانه الاولى اللي جينا فيها. فاللغه تعلمتها تقريبا على شهر ونص ما شاء الله عليها، دغيا تعلمت. الوليدات كلهم دغيا كيتعلموا، راه تيكون العقل خاوي. من بعد غتولوا نتوما تقولوا لهم هضروا غير بالعربيه، غيوليو يجيو للدار ويبغيو داك الشيء اللي كيديروا في المدرسه وديك الهضره وداك الشيء كيبغيو يديروها في الدار. فما تخافوش. بالنسبه عندكم 12 عام ولتحت، قل من 12 عام دغيا كيتعلموا. الوقت زعما السن اللي تيكون شويه صعيب هو داك السن ديال المراهقه، تيكون الوليد كتعرفوا الولاد في المراهقه والبنات وداك الشيء، فكيجيهم شويه صعيب. وهذا ما كيعنيش انهم ما غاديش يتعلموا، لا غادي يتعلموا، غير هو تياخذ وقت. وحتى نتوما تتلعبوا واحد الدور، خاصكم توجهوهم وتعلموهم وتبقاو معاهم حتى يتعلموا. بالنسبه بزاف تيقولوا لي واش بنتك ما لقات لا عنصريه لا والو، ما لقات حتى شي حاجه الحمد لله، عندها دابا صحاباتها كتلعب معاهم، عندها البنيات وداكشي كتلعب معاهم وداكشي، فما كاين حتى شي حاجه. الوليدات دغيا كيتعلموا دغيا كيشدوا، ما تخافوا من حتى شي حاجه. المهم نكمل لكم، قلت لكم دخلنا البنت بلا سوشيال. من بعد صيفطوا لينا واحد الظرف، قالوا لينا خاصكم دوزوا لها عند شي طبيب يعبر لها الطول الوزن، المهم دوز لها على كل شيء. فاحنا كنا يلاه جايين لامريكا ويلاه دوزنا الفحص الطبي، وحتى بنتي كتعرفوا الوليدات كيديروا لهم الجلبات، كيديروا لهم كل شيء، يعني كيجوا واجدين. فقلنا لهم ما غايمكنش لينا دابا غنديروا، راه غايجيها السوشيال، السوشيال راه فيه كل شيء. بقيت كنقول لهم واخا واخا، المهم تجي السوشيال وديناه ليهم، راه فيه كل شيء، داك الشيء ديال البنيه ما تحتاجوش تمشيو تخسروا الفلوس. هنا راه تدويزه تقام عليكم بغسيل الفندق، يعني بقاو تسايسوا في الوقت حتى يجي السوشيال وديوه ليهم وصافي، ما تدوزوا ما تخسروا فلوس ما والو. لحقاش حنا اصلا في بلادنا يلاه دوزنا ودرنا داك الاجراءات كاملين ديال الفحص الطبي وداكشي، فبلا ما تخسروا فلوسكم. حاجه اخرى كيسولوني البنات واش المدرسه فابور، المدرسه فابور، يعني راه من المستوى الاول حتى الباك فابور، الباص فابور، الباص كيديها ويجيبها فابور، ما كتخلصوا حتى حاجه. بالنسبه للبنات اللي تقول لي واش الحضانه كاينه، واش فابور ولا بالفلوس، كاينه الحضانه ولكن الحضانه بالفلوس وغاليه شويه. انا فاش يلاه جيت كنت باغا ندخل ولدي، بالنسبه للناس اللي ولدهم الوليدات ديالهم يلاه اول عام غيدخلوا المدرسه بحال ولدي، جيت لقيت عند كانت عنده 3 سنين ونص. فاش جينا لهنا دينا بغينا ندخلو، مشينا للاكاديمي وداكشي، قالت لينا خصو يكون عنده 4 سنين والفوق عاد يدخلوا الوليدات. هادشي كيبقى على حساب كل ولايه، كاينه الولايه اللي تيدخلوا على 3 سنين، المهم هاد الولايه على 4 سنين. كاين حاجه اخرى بالنسبه للمدرسه، قالوا لي البنات واش الكتوبه وداكشي. هنا راه فاش جينا راه ما خلصنا حتى شي حاجه، ما شرينا لا كتوبه لا حتى حاجه، كلشي عطاوه لها هما. وكيعطيهم واحد الفسيات هما فاش كيبقاو يقراو، هما اللي فيهم الدروس فيهم كلشي، كيديروا فيهم امتحانات وكلشي في هذوك الفسي. عطاوها الكتوبه الاقلام كلشي، حنا شرينا غير الكارطابل، وشريت لها داك الصاك ديال اللي كدير فيه غداها، صافي هادشي اللي شرينا. وفاش تحولنا للدار، بنتي قرات شهر في ديك المدرسه اللي كنا كنقراو في ديك كنا ساكنين في هذاك الاوتيل، قرات شهر في ديك المدرسه. فاش لقينا الكرا وجينا لها الدار، فعلمناهم قلنا لهم راه تحولنا لدار اخرى، ها العنوان ديالها وها العنوان ديالها، فبدلوها من ديك المدرسه جابوها لمدرسه اخرى اللي قريبه لها الدار. يعني هما هنا كيصيفطوك للمدرسه اللي قريبه لك للدار، اقرب مدرسه لديك الدار هي اللي كتمشي ليها.
بالنسبه لحاجه اخرى صافي هادشي اللي كاين. وبالنسبه للمدرسه البنات قالوا لي زعما بالنسبه للاكل وداكشي انت كتعلميهم في الاول كتقول لهم راه ما تاكلش البورك حنا راه مسلمين تناكلوا داكشي حلال. الصراحه انا بنتي كنعطيها الماكله كديها معاها، انا كندير لبنتي غداها كدي معاها ديما الغدا ديالها. بغيت وليداتكم بالنسبه لهكا المراه اللي غتخدم وداكشي ما يبقاش عندها الوقت ولا شي حاجه، فواحد السيده واحد العراقيه كانت قالت لي راه علمتهم في الدخله ديال المدرسه علماتهم ان بنتها ما تاكلش البورك تاكل داكشي حلال. قالت لك تيعزلوا دوك الوليدات اللي تياكلوا داكشي حلال كيعزلوهم بوحدهم. مهم نتوما علموهم. بالنسبه للبنات اللي تيقولوا لي واش كاينين مدارس عربيه هنا تيقريو داكشي بالعربيه، كاينين المدارس ولكن غاليين بزاف. نعم فكما قلت لكم كاينين المدارس العربيه ولكن غاليين بزاف، اللي عنده جوج وليدات يخسر عليهم زعما بزاف هو يلاه جاي. وحنا باش زوينه كما قلت لكم حنا اللي يلاه جينا زعما بالقرعه وجينا زعما والدين وليدات تيكونوا اصلا عارفين العربيه تيهضروا بها، تيكونوا ضروري تيكونوا قراو. مثلا بنتي قرات حتى الثالث البديه ديال العام، يعني كتعرف القران كتعرف كل شيء يعني معلمه كل شيء. وحتى ولدي حتى هو واخا باقي صغير تيعرف غير اليوتيوب راه فيه العجب. دخلوا اليوتيوب علموا وليداتكم غير نتوما علموهم وريوهم. الدري الا شاف الام والاب كيصلي وراه هو غيمشي يصلي، داكشي اللي شاف في الدار غادي زعما غادي يتبعوا. وليدات اكثر حاجه كتاثر عليهم هي الام والاب ديالهم، خصها الام. داكشي اللي علمتيهم راه غادي يديروه، علمتيهم القران راه غادي يبقاو يقراو القران، شافوكم كتصليو غادي ينوضوا زعما يصليو. بالنسبه للناس اللي خايفين قالوا لي راه يكما في المدرسه تيقريوهم شي دي زعما دوك الديانات ديالهم وداكشي، فما تيقروهم حتى دين. هاد المدارس هنا الدوله علمانيه ما تابعه حتى دين، ما كتفرض عليك حتى شي دين، يعني دينك راه غتبقى شاد فيه وصافي. كتلقى القسم مثلا فيه شينوي فيه مسيحي فيه مسلم، فيه كتلقى جميع الاجناس في القسم وكل واحد تيقول لك غيحافظ على الدين ديالو. وكما كنعرفوا كاين دين واحد راه هو الاسلام، فاحنا ضروري غادي نوريو ولادنا وغادي نزرعوا فيهم داك الحب ديال الدين ديالنا. وهذه حرام عندك دير هذه راه حرام وعندك المهم هادشي راه صراحه الوليد تيعسوا على الفم ديال الاب والام اشنو تيخرجوا منهم، وزعما داكشي اللي درتو وداكشي اللي قلتو راه تيبقى لهم في الدماغ ديالهم. فانتوما غتعلموا وليداتكم. راه كاينه واحد الاذاعه زوينه واحد القناه زوينه في اليوتيوب سميتها تعلم مع زكريا، تعلموا الوليدات داكشي الزوين بالنسبه لهكا الوليدات الصغار. راه تعلموهم طريقه الوضوء، تعلموهم بزاف ديال الحوايج. حنا كبار والله الا كنديرهم لولادي انا كنستافد. دخلوا ديروا تعلم مع زكريا كنت كنديرها لبنتي فاش كانت باقا في المغرب باقا صغيره، كنت كنديرها كندير لها ديك القناه زوينه يستافدوا منها. وكما قلت لكم راه ما تخافوش لا على الدين لا على داكشي اللي علمت ولدكم، راه هو اللي غادي يمشي عليه. هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى يعجبكم. كنتمنى ما نكون نسيت والو لحقاش حتى كنسالي عاد كنبقى نقول ما قلتش هذه وما قلتش هذه وما قلتش هذه. المهم قبلوا عليا وخليوا لي في التعاليق شنو بغيتوني شي موضوع اخر نهضر لكم عليه. لقيت عليه نسبه كبيره ديال التعاليق على نفس الموضوع نقدر ندير فيديو ان شاء الله ونشاركه معكم. هذا الشيء اللي كاين، ما بقى لي نقول لكم كيف العاده. خليت لكم الراحه والسلام عليكم.